portrait. الليلة في بورتريه نحكي لكم على مطربة فرزت روحها في الساحة الفنية من خلال قوة صوتها وجمال أعمالها. نحكي لكم على مطربة الجيل، نحكي لكم على ميادة الحناوي. هي مغنية سورية، تولدت في 8 أكتوبر 1959 في مدينة حلب. اتربت على حب الموسيقى والطرب وكانت مغرومة بالغناء، وكان صوتها مزيان برشا، وزيدا كان عندها أختها تعرفت هي بيدها بجمال صوتها اللي اسمها فاتن، لكن فاتن ما حالفاش الحظ كيما ميادة واعتزلت بعد ما عرست طول. الحظ كيما يقولوا كان محالف ميادة اللي وقت اللي كان عمرها 15 سنة سمعها الفنان الكبير الموسيقار محمد عبد الوهاب وهي تغني، وقت اللي غنيت في سهرية بمصيف بلودان في سوريا المعروف بمصيف المشاهير واللي كان كل عام يحضره محمد عبد الوهاب. غنيت وقتها ميادة غنيت لسه فاكر، وبيان سور أعجب بها برشا محمد عبد الوهاب. ومن بعد عام وقت اللي رجع الفنان محمد عبد الوهاب لنفس المصيف عاود قبلها وطلب منها المراهزي باش تمشي معاه لمصر، وطلب منها زيدة باش يتبناها ويتبنى موهبتها ويتلهى بها فنيا، لكن ميادة رفضت وما حبتش على خاطر ما كانتش تحب تولي مطربة، ما كانتش حتى الحكاية هذي في مخها وقتها، كانت تغني جوست على خاطرها تحب الغناء لا أكثر ولا أقل. ميادة في هيك الوقت تحديدا عام 77 كانت معرسة وما كانش تخمم جملة كما قلنا في احتراف الفن، لكن بعد وفاة زوجها بدلت رايها كومبليتمون وخممت باش تخوض التجربة وسافرت مع أخوها عثمان الحناوي لمصر وسكنت غادي في القاهرة. وبيان سور ما غير ما تخمم مشات طول الفنان محمد عبد الوهاب اللي هو بيدو افرح بقرارها وكان على كلمته وتبنيها فنيا وتلهى بها. قام الفنان عبد الوهاب بتلحين مجموعة خاصة، ومن غادي كانت الانطلاقة نحو عالم الشهرة وعاشت عامين كاملين في مصر. ساعدها الفنان محمد عبد الوهاب برشا، خاصة في كونها عملت عقد مع شركة عالم الفن وسجلت أغانيها وعملت كاسات وقدمت زادة العديد من الحفلات، وبالنسبة للي كونترا عملتهم الكل بموافقة وتصريح من بوها على خاطرها كانت مازالت قاصرة. تعاملت زادة ميادة الحناوي مع أحمد الموجي، ويقولوا زادة اللي غنيت فيهم وليلة كانت في الحقيقة لها هي مش الوردة، لكن من بعد محمد عبد الوهاب قرر باش يعطيها الوردة وقت اللي كانت ميادة في حلب وما تنجمش تسافر لمصر على خاطر في البريود ذيكا قاموا بترحيلها من البلاد. وعلى حسب تصريح ليها في إحدى القنوات قالت اللي هي رحلوها من مصر ومنعوها من دخولها دون أي سبب أي أسباب واضحة. وبيان سور ميادة تأثرت برشا ورحلوها على أساس عندها مشاكل في الإقامة والباسبور، وهي تقول اللي هو انكومونتي كان من كثرة غيرة مرت محمد عبد الوهاب منها. وقالت زيدا اللي هي عانت برشا وتظلمت برشا وحاولت أكثر من مرة باش ترجع لمصر لكن ما نجمتش. رجعت لمصر تحديدا بعد 13 سنة كاملين. وتعاملت الفنانة ميادة الحناوي خلال مسيرتها الفنية مع كبار الفنانين والموسيقيين، خاصة بعد ما رجعت بعد الفترة هذيك، والانطلاقة الفنية الفعلية كانت مع الفنان بليغ حمدي اللي لحن لها أجمل أغانيها خاصة في الثمانينات كما أنا بعشقك، الحب اللي كان، ومش عوايدك وغيرهم. وكما يقولوا في 3 سنوات نجمت تعوض الفنانة ميادة الحناوي كل الشهرة والنجاح اللي ضاعوا منها من قبل.
ومن بعد راح إلى الموسيقار بليغ حمدي. تعاملت ميادة الحناوي مع الجيل الجديد كما سامي الحفناوي في ألبوم غيرت حياتي، والملحن صالح الشارنوبي في غناية أنا مخلصة لك. ومن بعد عودت الفنانة اختفت تماماً عن الساحة الفنية، ما راجعت كان عام 2000 وقت اللي قررت باش تعمل ألبوم اللي صدر كان في 2004 واللي هو عرفوا ازاي. وفي الفترة هذيك قامت الفنانة بالعديد من الحفلات والمهرجانات، وعام 2005 غنيت في كرتاج حفلة كانت ناجحة ومتميزة، حضروا لها 13,000 متفرج، وآخر حفلة كانت لها في صفاقس عام 2019. ورغم صعوبة انطلاقتها الفنية واصلت وما أيستش، واصلت مشوار الشهرة وفي الأخر نجحت وخلت العديد من الأغاني اللي لليوم نحبوهم ولليوم نحبوا نسمعوهم، وبيان سور يعتبروا من أهم وأجمل الأغاني في العالم العربي، وتبقى ميادة الحناوي في أي زمن هي مطربة الجيل.